نهار الاثنين والجمعة حكينا على لقاءات افريقيا ولا لي رونكونتر افريكان نهار 5 و6 اكتوبر اللي باش تحتضنها تونس بالموازاه مع نيروبي العاصمه الكينيه. كان معنا مدير افريقيا بوزاره الخارجيه وحكينا باطناب، حكينا بتفاصيل على تنظيم الحدث المهم، مش كان على الصعيد الاقتصادي والمالي، حدث مهم على جميع الأصعدة. غدوة ينطلق اليوم الأول للقاءات إفريقيا في تونس. على هذاك استضفنا سي سمير القطي اللي هو مدير الوكالة المنظمة للقاءات إفريقيا، لاجونس كي اورغانيز لي رونكونتر افريكا. صباح الخير، مرحبا بك سي سمير. شكرا، ميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا بك. لقاءات افريقيا تنظمت عام 2016 في فرنسا، وهي بالاساس حدث تنظمه في فرنسا. هي وزاره الخارجيه الفرنسيه هي كانت على يعني ليدي كانت من عندها هي سويت اين ريفليكسيون باش تحاول فرنسا ترجع علاقاتها مع الدول الافريقيه وتعاود تنميها. تونس شاركت عام ناول بقوه بحوالي 40 شركة تونسية وعلى رأسهم السيد كاتب الدولة السي لحبيب الدبابي دو ليكونومي نيميريك، وكانت مشاركة الاقتصاد الرقمي، وكانت مشاركة فعالة. يعني صارت عديد اللقاءات بالشركات التونسية مع الشركات الفرنسية ولا مع الشركات الأفريقية. كيف جات الفكرة أنه ينتقل التنظيم نتاع لقاءات افريقيا من فرنسا الى افريقيا والى تقريبا 3 عواصم افريقيه؟ هو عاصمه اقتصاديه وزوز عواصم سياسيه. هو نجاح العمليه في سنه 2016 كان تحول كبير نتاع عديد الوزراء الافارقه، وطلبوا انه سنه تكون التنظيم نتاعها في فرنسا وسنه تكون في افريقيا. من افريقيا كبيره فما 54 بلاد، دونك لجنه التنظيم مع وزاره الخارجيه نتاع فرنسا صارت جلسه، وتونس كانت من بين البلدان اللي عبرت على اهتمامها باش تحتضن المؤتمر هذايا. ونشكر ليكيب كلها نتاع تونس، لانه شركه كلاسيك سبور شركه فرنسيه تونسيه، و2018 باش نحتفلوا ب 10 سنين. دونك المؤتمر هذايا هو ثمره معناها لا ديناميك ايكونوميك دي زوبيراتور تونيزيان، ويوسي ليكيب كي ا فولو فير فينير سيت مانيفيستاسيون لتونس، لانه كان اختيار. وزاد مجهودات الدوله التونسيه ممثله في برشا بلوزيور ديبارتمون، معناتها الخارجيه، رئاسه الحكومه، الوزارات الاقتصاديه، وتقريبا كل الوزارات مشاركين في التنظيم وفي لي بانيل، معناتها في المحتوى خاصه النقاشات اللي باش تصير. هو من صارت الموافقه من الجهه التونسيه رئاسه الحكومه سي يوسف الشاد، معنا صارت مراسلات، وكان ثمة لجنة تنظيم من شهر جانفي بتشتغل على لي بانيل، على لي وركشوب، واختيار المواضيع اللي تكون في إطار استراتيجية تونس للتسويق وتطوير العلاقات الخارجية. علاقتها مع فرنسا وعلاقاتها مع دول إفريقيا أيضا. خليني فقط أعطيني فرصة نذكر ولا نقول نعطي المعلومة اللي غدوة الجلسة الافتتاحية باش تكون 9 متاع الصباح، باش تكون تحت اشراف رئيس الحكومه التونسيه يوسف الشاهد، حاضر معاه ايضا ادوارد فيليب الوزير الاول الفرنسي، بول كابا تيبا الوزير الاول البوركينابي من بوركينا فاسو، وداد بوشماوي رئيسة لوتيكا، والكسندر ميمات اللي هو معناتها ممثل جهة إفريقيا لإحدى الشركات الكبرى الفرنسية، مش نذكره بالكل حتى اسم حتى شركة وحتى جهة خاصة بشكل ما نتيحوش في الإشهار المجاني اللي ما عندناش الحق فيه. نهار 2 و3 لي رونكونتر أفريكا كانوا في أبيجان العاصمة الاقتصادية للكوت ديفوار، غدوة وبعد غدوة باش يكونوا بالموازات في شمال إفريقيا في العاصمة التونسية، وفي شرق افريقيا في العاصمه الكينيه نيروبي. احنا في تونس قديش تقريبا حجم الوفد او الوفود اللي باش تكون موجوده؟ هو ثم عديد الوفود الافريقيه والفرنسيه باش تكون وفيرا مزيور توصل، وثم معناها خط
سبيسيال معناها مع خط جوي مع الترانسبورتر اوفيسيال من ابيجان، يكون فيه يوصلوا حوالي الساعة الثانية بعد الزوال. الناقل الرسمي تونسي ولا مش تونسي؟ تونسي تونسي بالطبع. هي تونيسيرة؟ ما ننساش خطوط الجوية نقولوا عليها، يا بات بروبليم. أي حاجة وطنية نقولوا عليها ميساج. الناقل الوطني ما نجموش نتعداو. قداش تقريبا عدد العباد اللي باش يجتمعوا في تونس في جمارة نهار 5 و6 أكتوبر؟ وأعطيني فكرة على النوعية نتاع التمثيلية نتاع الناس اللي باش تكون موجودة. هو لي شيفر لي ديغني شيفر هما عندنا حوالي 100 شركة إفريقية، 150 شركة فرنسية، و400 شركة تونسية. العملية هذه نحب نأكد على هي عملية تسويقية بامتياز ليزوبيراتور ايكونوميك تونيزيان، معناها الشركات المصدرة التونسية. فاعلين اقتصاديين شركات وغير شركات. الشركات ولا حتى فما عقود شراكة باش تصير ما بين ميم دي ترانسفير دو كومبيتونس بور لي انستيتيسيونيل تونيزيان، كوسوا لي زونيفرسيتير والا معناها لونيفرسيتي تونيزيان هي ابريسي اون افريك. الجامعة التونسية واللي تخرجوا من كفاءات مطلوبين برشا في سوق العمل الإفريقية على مستوى الإكسبرتيز، معناتها على الخبرة، يطلبوا الخبرة نتاعهم والاستشارة. واستشارة حتى مثلا بالنسبة معناها لي زوتر اوبيراتور، ميم حتى فما عقود شراكة ما بين الشركات معناها كلكز انستيتيسيونيل تونيزيان اي فرونسي، معناها سي ان ديناميك على فوا افريكو تونيزو افريكان اي تونيزو فرونسيز. تونسية افريقية تونسية افريقية فرنسية. والهد الغايات من تنظيم لقاءات افريقيا بصفة عامة هما شنو؟ ربط الصلة ما بين اوروبا وافريقيا؟ هو ربط الصلة ما بين افريقيا وتونس، معناها ما يلزمناش نساو اللي لوريجين دو بروجي ايدي وزارة الخارجية الفرنسية. اي من فرنسا. هذه لكن هذه فرصة للمتعاملين التوانسة والشركات التوانسة ولي زانستيتيسيونيل تونيزيان باش ربط علاقات، سي اون اوبورتونيتي. معناها مع الشركات الفرنسية لأنه تواجدهم موجود، ومع الشركات الإفريقية ربط علاقات تطوير شراكة. أيضا بالكفاءات وبالخدمات ونوعية الخدمات اللي تنجم تونس توفرها ولا تقدمها للبلدان هذوما فرنسا وإلا البلدان الإفريقية. قداش تقريب التكلفة نتاع التظاهر كل ما قداش المصروف اللي تصرف عليهم هالنهارين اللي باش يتموا؟ لازم ما تنجمش تقول ما تحبش تقول مش مساله حرج. معناها العمليه كلها على ثلاثه بلدان حوالي 4 مليون دينار وتونس مليون دينار. تونس مليون دينار قداش يجيو هذوما مليون دينار عشان يعني حوالي 350 الف اورو تونسي و1 مليون 6 دورو بور لونسومبل دو لوبيراسيون. وفي المقابل سي سمير القوتي نعاود نذكر اللي انت المسؤول في تونس على الوكاله اللي نظمت او اللي تنظم سنويا لي رونكونتر افريكا ولقاءات افريقيا، متوقع اكيد مع الكوميتي دو بيلوتاج كانت فما لجنه مشتركه تونسيه فرنسيه افريقيه خمت على هالمشروع الكبير وعلى تنظيم النهارين هذوما وعلى المحتوى لي بانيل. طبعا بعد نذكر باهم المحاور اللي باش يتم النقاش فيها في الجلسات المفتوحه، علاوه على الورشات كما ذكرت انت واللقاءات الجانبيه اللي باش تصير فيها 48 ساعه. متوقعين شنو الفوائد اللي باش ترجع على تونس وعلى الاقتصاد التونسي من هاللقاء نتاع النهارين هذوما؟ سي اون اوبورتونيتي بوزيتيف، لانه كي نعملوا ملتقى بالحجم هذا في تونس ما تنساوش فما 167 جورناليست اكريديتي للمانيفستاسيون هذه. 167 صحفي اجنبي. صحفي اجنبي. عندك فكره على بعض البلدان اللي جايين منهم؟ اغلبيه من فرنسا. اغلبيه من فرنسا، فما افارقه، فما جزائريين. اللي هما البلدان الافريقيه اللي باش يجيو؟ اكثر حضور كونغو برازافيل وبوركينا فاسو. اكثر حضور معناها هما معناها فما وفد رسمي جاي من بوركينا فاسو. فمش كان الوزير الاول اللي جايب معاه زوز ولا ثلاثه وزراء؟ ثلاثه وزراء وزارة الاقتصاد الصناعه والتجاره وحاجات من النوع هذايا. يعني باش يعطي اهميه العلاقات التونسيه البوركينيه بالنسبه لل بالنسبه للدوله التونسيه ودوله بوركينا فاسو. يعني يعطيو اهميه
ما ثماش في برنامج زياره الوزير الاول نتاع بوركينا فاسو ما ثماش كان لقاءات تونس افريقيا، فما برنامج حكومي وهذا ما فرصه اخرى مش يعملوا برنامج لقاءات وتطوير علاقات مع البلدان الافريقيه دو فاسون جينيرال. هو زاد فما معلومه لازم نقولوها اللي بعد ما يتم الافتتاح الرسمي غدوه بالكلمات نتاع رئيس حكومتنا والوزير الاول الفرنسي والوزير الاول البوركينابي ووداد بوشماوي وممثل افريقيا لاحدى الشركات الفرنسيه الكبرى، باش يكون فما مجلس وزاري على مستوى رفيع مشترك تونسي فرنسي، ونتصور اللي فما عدد من الاتفاقيات ومن العقود اللي باش يتم ابرامها ما بين تونس وفرنسا توا غدوه بعد ما يكملوا توا نعرفوا التفاصيل نتاعهم الكل. قبل ما نخلي لك كلمه اخيره في 30 ثانيه سي سمير القطي، نعاود نذكر لسيادتك الممثل التونسي او الجهه التونسيه للوكاله اللي نظمت او تنظم لي رونكونتر افريكا 5 و 6 اكتوبر في تونس، فقط نعطي بسرعه فكره صغيره على نوعيه المحاور والاختصاصات اللي باش تكون حاضره. فما صناعه الطيران وسيارات، لاندستري ايرونوتيك اوتوموبيل، فما الانتقالات الرقميه والاقتصاد الرقمي، فما الفلاحه والاستثمار في المناطق الريفيه، الديوانة، تمويل الشركات والمؤسسات، والكلمة الأخرانية اللي كانت سي سمير شنو تحب تقول على لي رونكونتر افريكا 5 و 6 أكتوبر؟ تصحيح صغير، هي لاندستري ميكانيك يعني الصناعة الميكانيكية للايرونوتيك والأوتوموبيل. أنا هذه صناعة متطورة في تونس وفي أي فرصة باش نزيدوا نطوروها تعطي أكثر عقود شراكة وفكرة على الكفاءات التونسية. كسوسوا على النطاق الإفريقي ولا على النطاق الفرنسي الأوروبي. ما دعوه للي زوبيراتور ايكونوميك بور نو روجواندر، معناها سيت مانيفيستاسيون ما تجيش كل يوم لتونس، عندها اهميه كبيره، يفو ان بروفيتي، اي سيت اون اوبيراسيون ديماج ديكسيلونس بور لا تونيزي، وراو سي بور لو بيي، اي سيت اون ديناميك بوزيتيف، بور دير كيا دي زوبيراتور ايكونوميك افيك اون ديناميك بوزيتيف، معناها فما عملاء يحبوا يطوروا علاقاتهم في تونس مع الخارج، وهذا كان ما يعطينا اكثر دفع لصوره البلاد البرا. شكرا لك سي سمير القطي، وبالتوفيق ان شاء الله لتونس في احتضانها نهارين هذوما من لي رونكونتر افريكا. ونعطي الخط لمنى. ميرسي. عايشك انت، شكرا لك. عايشك.